دايما السؤال اللي بيطرح في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومين الأنجح واللي بيقدر إنه يواصل ويستمر، الرجال أم السيدات من أصحاب المشروعات؟ وخاصة خلينا نتكلم على مشروعات يمكن الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر. مين أكثر فعالية، الرجال أم السيدات؟ ما اقدرش اقول مين اكتر فعالية، اولا حسب نوع المشروع، ففي انشطة بتلائم السيدات فبيتفوقوا فيها اكتر، وفي مشروعات الراجل العادية الجنسين يعني او النوع يقدروا الاجتماعي يشتغلوا ما فيها. بيأثرش فيه. يعني في طبيعة مشروعات معينة بتلائم السيدات السيدات أكثر من اكتر، الرجال بالظبط، والعكس. يعني صناعة الملابس، المنتجات المنزلية، الحرف التراثية، دي كلها السيدات بتتفوق فيها، يعني مش ممكن هلاقي راجل شغال في حرف تراثية. أو لو شغالين نسبتهم أقل من السيدات. بالظبط بالظبط.